بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض تحل الكتاب الشامل. نعتذر عن التأخير، لكن على ما أحد المتابعين المحترمين طبيب المستقبل أحمد هنداوي بنشكره بعت لنا مجموعة الصور الخاصة بالجزء الأول الدعم والحركة، لكن بنعتذر إن الجزء الأولاني تلميذنا شاطر ما شاء الله عليه وبدأ حل فيه مباشرة، فهنلاقي بالنسبة للدعم في النبات أغلبية الأسئلة محلولة لما كانش يعني كلها. فاحنا مع بعض هنشوف الأسئلة اللي موجودة ونشوف الأسئلة اللي فيها بعض الخلاف، يعني هيلاحظ بعض الأسئلة اللي ممكن يكون فيها تردد في بعض الإجابة أو أجاوب إجابة وحصل فيه لبس في بعض الإجابات. هنشوف مع بعض إيه الجدل العلمي اللي موجود في بعض الأسئلة ديت ونحلها مع بعض بإذن الله بطريقة علمية. نبدأ مع بعض. بالنسبة للسؤال رقم واحد عندنا اختار الإجابة الصحيحة، سؤال اختياري. بس قبل ما نبدأ نحل الأسئلة ديتي أنا ضفت ثلاث صور موجودين عندي للأنسجة البرانشيمية، كولانشيمية، الإسكلرانشيمية، عشان في أسئلة متعلقة بيهم وبعض الطلبة بس عندهم لبس في بعض المفاهيم الموجودة فيهم، فتعالوا كده مع بعض. بالنسبة للخلايا البرانشيمية لو احنا ركزنا عليها هنلاقي الخلايا البرانشيمية بيكون جدارها رقيق، أي نعم الجدار بتاعها بيكون مادة السليلوز، يعني موجود فيه سليلوز، موجود فيها محتويات الخلية سواء السيتوبلازم سواء الفجوات العصارية، الدعامة الفسيولوجية بتظهر فيها بشكل واضح. نيجي بالنوع التاني بالنسبة لي النسيج الكولانشيمي، والنسيج الكولانشيمي قلنا زيه زي الخلايا البرانشيمية مفيش مشكلة فيه، لكن الإضافة عنده إن الجدار بتاعه بيكون مغلظ بالسليلوز، مغلظ بالسليلوز، يعني هنلاقي فيه طبقة سليلوز إضافية، يعني ده شكل الجدار الأساسي موجود عندنا اللي هو الخط ده، وبالنسبة للون الأحمر اللي موجود ده السليلوز الإضافي اللي موجود على الجدار الأساسي، فيبقى عندنا جدار سميك. لكن بالنسبة للنسيج الإسكلرانشيمي، النسيج الإسكلرانشيمي بيبدأ يترسب السليلوز الاساسي ومعاه سليلوز اضافي اللي هو سليلوز الجدار الثاني او نسميه الجدار الخلوي الثاني، تمام، لكن بيبدا يترسب داخل الخليه ماده الجنين، وبترسب ماده الجنين بتختفي جميع المكونات الحيويه داخل الخليه، النواه، البلاستيدات، العضيات، الفجوات، كل ده بتختفي معانا، فبالتالي الخليه اصبحت كلها قطعه صلبه واحده. اللي بيشبه النسيج الاسكلرانشيمي في نفس الخواص بتاعتها ديت هي هنلاقي الالياف والخلايا الحجريه، الالياف والخلايا الحجريه الاثنين بيتميزوا بنفس الخاصيه ان هم بيترسب عليهم الجنين وبيكونوا موجودين عندنا في حاله شبه صلبه، او بنعتبرها بعض الاحيان ان هي خليه ميته لعدم وجود بروتوبلازم داخل هذه الخلايا. طيب نرجع بقى نبدا مع بعض. اول سؤال موجود عندنا، اول سؤال جاي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. الدعامة تنتج بترسيب الكيوتين على جدر خلايا البشرة خاصة الخارجية منها. طالما جبنا سير الترسيب يبقى أنا بتكلم عن ترسيب يا كيوتين يا سيوبرين يا سليلوز يا لجنين يا طبقة إضافية من السليلوز، يبقى أي ترسيب أنا بتكلم عنه يبقى أنا كده بتكلم عن دعامة تركيبية، بتكلم عن دعامة تركيبية، جبت أي مكون من المكونات اللي إحنا قلنا عليها ده يبقى على طول مباشرة دعامة تركيبية. فالدعامة التي تنتج بترسيب، خلاص أنا حددت الترسيب عندي يبقى دعامة تركيبية، تمام؟ حتة الترسيب اللي موجودة معايا يبقى دعامة تركيبية. طيب نيجي مع بعض رقم اتنين، الدعامة نقط تفقدها بعض النباتات بسبب ارتفاع درجة الحرارة. عندنا لما درجة الحرارة ترتفع النبات هل هيفقد الدعامة التركيبية؟ الدعامة التركيبية اللي هي الترسيبات اللي موجودة فيه؟ لا، هي هتدوب يعني بالحر أو الحرارة هتسخنها فتسيح معانا وتختفي؟ لا، احنا عندنا دعامة تركيبية تركيبات ثابتة. دعامة ترسيبية، ما الترسيبية هي التركيبية بس اختلاف في الايه؟ في المصطلح. لكن احنا عندنا الدعامة الأساسية بتكون الدعامة الفسيولوجية، الدعامة الفسيولوجية. تتميز الخلايا نقط بوجود مادة اللجنين، احنا عرفنا إن في ثلاث أنواع من الخلايا هما اللي فيهم لجنين، تمام؟ يقول لي ألياف، يقول لي خلايا حجرية، يقول لي خلايا اسكلرانشيمية، الثلاث مكونات دول اللي موجودين عندنا يبقى على طول أشر عليهم إن هما الثلاث مكونات دول، أو لو موجودين الثلاثة وفي جميع ما سبق أختار جميع ما سبق. طيب جاي بيقول لي ليفيه حجريه اسكلرانشيميه جميع ما سبق، ليفيه يعني قصده الالياف، الخلايا الليفيه اللي هي الالياف، تمام، فالاثنين نفس المعنى. خلايا حجريه خلاص، خلايا اسكلرانشيميه يبقى انا عندي الثلاثه اللي موجودين هما نفس الايه الشيء، فاختار جميع ما سبق. الخلايا التي تكسب النبات القوه والصلابه بترسيبها السليلوز، خلايا فيها قوه وصلابه بترسبها السليلوز، يعني رسبت عندنا طبقة إضافية من السليلوز، طبقة إضافية رسبت جدار إحنا عندنا أساسي، ما بيبقاش اسمه ترسيب سليلوز، تمام؟ إحنا عندنا في جدار أساسي موجود اللي إحنا شفناه مع بعض في الخلايا البرانشيمية عندنا، ده جدار أساسي. لكن لما أجيب سيرة إن أنا رسبت يبقى أنا ضفت حطيت طبقة إضافية من السليلوز موجود عندي.
طيب طبقة إضافية من السلوز يبقى أنا هلاقيها عندي في النسيج الكولانشيمي وفي النسيج الإسكالر نشيمي، فلاقي عندي النسيج الكولانشيمي النسيج الإسكالر نشيمي، فيبقى أختار اللي هو بقى ودي. نيجي للي بعده، الخلايا النباتية نقط تتميز بترسيب اللجنين. لجنين، طيب تعالوا نشوف مع بعض، هل إسكالر نشيمية فيها لجنين؟ اه لسه قايلين إسكالر نشيمية عندها اللجنين موجود بالداخل، خلاص يبقى موجود عندها. طيب الكولانشيمية قلنا لا، الكولانشيمية ما عندهاش، عندها لسه المكونات الداخلية موجودة، ما في لا يوجد لجنين في الداخل. خلايا حجرية، اه قلنا من شوية ان الخلايا الحجرية والألياف الاتنين فيهم لجنين، يبقى أنا عندي بالنسبة لي الحجرية فيها لجنين، الإسكالر نشيمية فيها لجنين، فلاقي العبارة اللي بتشمل الاتنين مع بعض اللي هي العبارة د اللي هي ألف وجيم مع بعض. طيب نيجي لرقم ستة، انتفاخ جدر الخلايا النباتية وفي جدرانها القدرة على التوتر يعتبر دعامة. انتفاخ، الخلية انتفخت اتملت مية، وفي جدرانها القدرة على التوتر، وفي جدرانها القدرة على التوتر يعتبر دعامة نقط. تمام. طيب تعالوا للسؤال ده عشان حصل فيه جدل في بعض المواقع او بعض الجروبات، جاي بيقول لي يا ترى دعامة تركيبية، دعامة تركيبية احنا تركيبيها يبقى ترسيب، هل انتفاخ الخلية تبع ترسيب؟ لا، يبقى العبارة ديتي اشطبها من عندي، تمام ما تمشيش معايا. لكن نيجي بعد كده الفسيولوجية، ايوه قلنا انتفاخ ده دعامة فسيولوجية. طيب ايه الهيدروستاتيكية دي؟ اه ده ضغط ناشئ عن دخول الماء، ضغط ناشئ عن دخول الماء اللي هو القوة نفسها اللي بيستخدمها الفجوات ان هي تضغط على السيتوبلازم او البروتوبلازم، والبروتوبلازم يضغط على الجدار الخلوي فيحصل له توتر او يتمدد. تمام. اه يبقى ده بنسميه الضغط، الضغط ده بنسميه قوة هيدروستاتيكية. فيبقى احنا عندنا ده مصطلح جديد ممكن ما يكونش واضح في النظر اللي موجود في الكتاب، لكن موجود في بعض المراجع الخارجية اللي موجودة على بنك المعرفة. فيبقى احنا عندنا الهيدروستاتيكية تمشي معانا، الفيسيولوجية تمشي معانا، فبالتالي اخترنا ب و ج. طيب نيجي مع بعض لرقم سبعة، الشكل المقابل يوضح خلايا نباتات. ماشي، نباتات مختلفة، عندنا كذا نوع من النباتات، ادي أربع أشكال موجودين وهنشوف الفروقات اللي موجودة ما بينهم. نباتات عشبية في حالات بيئية مختلفة، يعني كل واحد منهم في بيئة مختلفة، نبات عشبي موجود في منطقة باردة، نبات عشبي موجود في منطقة حارة، واحد في منطقة معتدلة، عند اختلافات موجودة وهنشوف من خلال الأسئلة ايه اللي يمشي معانا. ثلاث خلاص خلايا نباتات عشبية في حالات بيئية مختلفة من حيث ندرة الماء أو وفرته. طيب تعالوا نشوف كده يا ترى مين فيهم اللي موجود في وفرة من المية؟ ها اللي يبان معانا مباشرة ان ده عنده مية كتير، فأنا ممكن نعتقد مباشرة ان هو موجود في منطقة مليانة مية، فبالتالي حصل له انتفاخ. تمام. طيب ده اعتقاد ممكن. طب ده واحد يقول لا ده في منطقة معتدلة، طب ده واحد ممكن يقول في منطقة جافة شوية، طب واحد ده يقول لا ده نبات ده شكله قرب يموت يعني ما عندوش مية، أو ممكن يكون ميت جاف جدا لان كميه الميه والبروتوبلازم والفجوات كلها صغرت معانا جدا، حتى الجذور بتاعتنا برضو اصبحت منكمشه بضغط كبير يعني جافه جدا. طيب تعالوا نشوف السؤال بيقول ايه، النبات نقط يوجد في بيئه استوائيه. واحده واحده كده في الحته دي، النباتات الاستوائيه يعني عايشه في مناطق حاره. طيب نباته حاره زي مين؟ قال زي نبات الصبار. ايه اللي بيميز نبات الصبار؟ ان هو نبات مخزن للعصاره. نبات الصبار بانواع مختلفه، هل هي نباتات عصيرية؟ يعني ايه نباتات عصيرية؟ يعني بتخزن العصارة جواها، بتخزن السوائل جواها. طب يا ترى لما تخزن السوائل جواها يكون حجم خلاياها كبير ولا صغير؟ برافو عليك، حجمها كبير. تمام، فيبقى مين اللي موجود معانا؟ اه دي واحد. طب ليه؟ تعالى كده بالراحة، النبات اللي عايش في الصحراء ليه القدرة على سحب أي كمية من المية من البيئة، أي نقطة مية تنزل على التراب على طول النباتات تقوم مية قايمة بعملية الامتصاص وتخزنها. ليه؟ لان هي مش ضامنه الظروف البيئيه اللي جايه، هل يا ترى الميه هتكون متوفره ولا لا؟ فالحل اللي قدام منها ان هي تخزن الميه، فدايما نلاقي الفجوات بتاعتها في حاله ضغط شديد جدا. تمام؟ فيها دعامه فسيولوجيه قويه. طب بالنسبه لرقم اثنين، لا ده ممكن يكون عايش في بيئه عاديه، فبالتالي توفر الميه اللي موجود معاه تمام شبه متاح، يعني اغلب الوقت موجود. فبالتالي خلاص بتلاقي كميه الميه اللي بيحتفظ بيها كافيه ان هي تخلي الجدار بتاعنا في توتر بس بالشكل المطلوب. طيب ممكن التاني ده، اه لو عايش في بيئه مثلا بس بدون ري، لو انا قلت ان هو من غير ميه ما فيش ماء متاح حوالين منه، اه يبقى في الحاله ديت، او تركته للجفاف مثلا فتره من الزمن، اه يبقى بالشكل ده. لكن الشكل الاخير ده معناه بقى له فتره طويله الميه اللي موجوده حواليه ما هيش موجوده، وبالتالي حصل انكماش كبير. فبالتالي اخترنا مين؟ رقم واحد اللي هي العباره د، وده نتيجة إن النباتات اللي موجودة عندنا في الصحراء بتكون بتخزين الماء وهي نباتات عصرية غالبا. طيب نيجي لبعد منها، أي من هذه النباتات قد لا يعود إلى حالته الطبيعية مرة أخرى عند توفر المية؟ يا ترى
لو ده توفر له انت بقى موجود عنده ميه مش محتاج ده. طب وده نفس الوضع عنده ميه، ده عنده ميه، ده يبقى الوحيد اللي عندنا ليه احتماليه ان هو ممكن يموت معانا اللي هو رقم ايه؟ 4. ده الاحتمال الوحيد ان 4 هو اللي ممكن يحصل له وفاه نتيجه حتى لو توفر له الميه، لان هو يعتبر انكمش جدا والبلزمه بتاعته او الميه، كل الميه المحتوى المائي اللي موجود داخل الخليه حصل لها بلزمه او خروج من الخليه. نيجي بعد كده عندنا لرقم 3. وقبل ما نحل رقم 3 تعالوا مع بعض نشوف الصوره اللي انا ضفتها هنا، عشان ده جزء معانا مهم في بعض الاسئله اللي جايه. نيجي نشوف مع بعض. الصوره اللي قدام مننا بتوضح لي شجره، ادي شكل الشجره. ايه اللي موجود تحت؟ ده الجذور بتكون موجوده في قلب التربه. بعد كده بنلاقي الساق، بعد كده بنلاقي الاوراق. طيب ايه فايده الرسمه اللي قدام مننا ديت؟ بتعرفنا ان في قوه مسؤوله عن سحب الماء من الجذور وتطلع معانا فوق لحد ما نوصل لاعلى جزء في النبات. تمام؟ طيب ايه القوه ديت؟ قال اسمها القوه الشد الناشئه عن النتح. قوه شد ناشئه عن النتح، يعني ايه؟ عرفنا ان احنا عندنا الورقه النباتيه بيكون فيها ثغور اللي هي الفتحات الصغيره اللي موجوده معانا دي. ادي الثغره. ده الثغر، الفتحات اللي موجوده. بيحصل ايه؟ بيحصل خروج للميه، الميه تخرج عندنا بره. طيب خروج الميه من الثغر هيعمل ايه؟ هيعمل على سحبه من النبات، من خلايا النبات، من اوعيه النبات. فتبدا الميه اللي موجوده جوه الخلايا تبدا تخرج نتيجه النتح. طب النبات بينتح ليه؟ تعرضه للحراره. الجو حر فبدا يفقد كميه من الميه. طيب اتبخرت الميه، تركيز الميه اللي عندي في قلب الورقه قلت ولا زادت؟ برافو عليك، قلت. طب الورقه هتجيب منين؟ هتبعت للساق، تقول له يا ساق الحقني محتاجه ميه. ليه يا ورق؟ اصل انا فقدت الميه من خلال عمليه النتح من شويه. حاضر. يقوم الساق يبدا يسحب الميه ويديها للورقه. طيب الساق هيجيب منين؟ هيبعت للجذر، يا الجذر محتاج الميه، فيقوم الجذر يعطي الساق الميه. طب الجذر يجيب منين؟ يجيب من التربه. فلاقي عندي قوه مستمره الاساس بتاعها النتح، ان النبات عندي بينتح الميه من فوق او بيفقد الميه من فوق من خلال الاوراق، وبالتالي الاوراق بتسحب من الساق والساق بتسحب من الجذور، فبالتالي حصل عندي عمود للماء متواصل. وفي قوتين كنا بنتكلم عنهم قبل كده في تانية ثانوي اسمها قوة التماسك والتلاصق. قوة تماسك كل جزء ميه لازق ماسك جزء الميه الثاني ولازق مع جدار الوعاء الخشبي، اوعيه الخشب اهو ده الجدار بتاعها، فلازقه معاه. في قوة تلاصق بين الميه وبين الجدار، وفي قوة تماسك كل جزء ميه ماسك اخوه، لان انتوا عرفتوا ان في روابط اسمها روابط هيدروجينيه في الكيمياء. عرفنا ان جزيئات الهيدروجين، ايونات الهيدروجين بيكون عليها شحنه موجبه، الاكسجين شحنه سالبه في الجزء الاخر، وبيحصل بينهم رابطه سميناها الروابط ايه؟ الهيدروجينيه. فالروابط الهيدروجينيه دي اللي بتعمل على تماسك جزيئات الماء مع بعضها البعض. وجدران الخشب بتعمل على تلاصقها. فبالتالي بينتج عندي عمود متواصل من الماء، العمود ده بيفضل مستمر معايا. العمود ده يفضل موجود طول ما في ميه في التربه، هتفضل الميه تمتص وتطلع عندي بشكل مستمر لحد الورقه. طب ايه اللي يحصل لو احنا نزعنا النبات من التربه؟ او سيبنا النبات فترة طويلة من غير ري، ايه اللي هيحصل؟ ها برافو عليك، كمية الماء اللي في التربة ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل، ممتاز. طب الورقة هل هتتوقف عن الفقد؟ هتستمر في الفقد، بس هي اي نعم هتقلل الكمية شوية، لكن هيستمر الفقد. بمرور الوقت تبدأ الورق ينكم شوية يذبل. طيب ليه؟ لأن كمية الماء اللي بتوصل له ما عادش في مية. طب عمود الماء اللي هو كان موجود عندنا الشكل اللي قدامنا ده، هل هيفضل مستمر ولا ممكن يحصل له انقطاع؟ ممكن يتقطع. ليه؟ دخل جزيئات هواء، لان الجذور بدات تسحب ميه، ما فيش ميه، فممكن جزيئات هواء تبدا تدخل وبالتالي قطعت مرور الماء، فبالتالي فصلت عمود الماء. طيب واضح كده يا شباب الجزئيه دي؟ يبقى احنا عرفنا مع بعض ان في قوه اسمها قوه الشد الناشئ عن النتح، نتيجه النتح اللي بيحصل في الورقه بيتم سحب الماء من الساق ومن الجذور. تمام؟ فبالتالي بيحصل عندي حاجه اسمها عمود متواصل من الماء. طيب عمود المتواصل ده بيعتمد على قوتين، قوه تماسك كل جزء ميه ماسك جزء الاخر عن طريق الروابط الهيدروجينيه، قوه تلاصق بيكون ما بين جزيئات الميه وما بين الجدران الخشبيه او اوعيه الخشب. نرجع للسؤال بتاعنا. بيقول لي خطوره وفره الماء اقل من خطوره الجفاف بصفه عامه. طيب تعالوا كده نفرق ما بين الاثنين. وفره الماء وقله الماء، قله الماء لسه قايلينها ان الميه لو قلت يبقى في الحاله دي الجذور مش هتقدر تحصل على الميه، ممكن عمود الميه يتقطع وفي الحاله دي ممكن النبات يموت. طب وفره الميه يعني الميه لو كميه كبيره، الميه لو كميه كبيره ومغطيه التراب. الجذور عرفنا قبل كده في تانية ثانوي ان هي بتقوم بعملية نقل نشط، يعني عملية محتاجة طاقة. تمام؟ طب ليه؟ عشان تقدر تسحب المعادن اللي في التربة وتدخلها جوه النبات، عشان تركيز المعادن اللي جوه النبات يزيد، وبالتالي تقدر تسحب المية بسهولة.
طب انا لو مليت التربه كلها بالميه، كل المنطقه دي فيها ميه، هل الجذور هتقدر تقوم بالتنفس الخلوي؟ لا. هل كميه الاتيبيل اللي هتبقى موجوده عند الجذور كافيه؟ لا. هل هتقدر تمتص المعادن؟ برضه لا. يبقى في الحاله دي انا كده بخنق النبات، بخنق الجذور، لان الجذر محتاج يتنفس. كان واحد قفلت مجرى التنفس بتاعه، هل هيقدر يتنفس؟ بالطبع لا. فكذلك النبات عندنا، الجذور عشان تتنفس محتاجه اكسجين، محتاجه طاقه، محتاجه اي تي بي. طيب الاكسجين غير متوفر، مشكله. فبقول خطوره وفره الماء اقل من خطوره الجفاف. خلاص الجفاف عرفنا يحصل له ذبول والنبات هيموت، وفره الماء في خطوره؟ اه في خطوره. تمام. طيب تعال نشوف ايه المصطلحات الموجوده. لا يستمر النبات وخلاياه في امتصاص الماء بالخاصيه الاسموزيه. لحد هنا انا ما عنديش اي اعتراض على الجمله، لا يستمر النبات وخلاياه في امتصاص الماء بالخاصيه الاسموزيه، لان انا عارف وجود الاكسجين هيخلي الجذور تقدر تقوم بعمليه طاقه او نقل نشط وتصنيع اي تي بي، وبالتالي دخول المعادن بنقل نشط، وبعد منها يبدا يدخل الماء بالاسموزيه. انا ما فيش اي مشكله معايا لحد النقطه دي. لكن لوجود الجدار الخلوي دي جزئيه اضافت على السؤال بس مش داخله دماغي. تمام. لوجود الجدار الخلوي، جدار الخليه اصلا مهمته يعني في فتحات موجوده فيه اسمها روابط بلازميه، دي بتسمح بانتقال المواد الغذائيه، بتسمح بانتقال الماء من الفتحات اللي موجوده في قلب الجدار الخلوي ده. تمام. فوجود الجدار في الحته دي في العباره يعني يفضل ان هو يتمسح، لان ملهوش اي دور خالص في الحته دي، لان لا يستمر النبات وخلايا في امتصاص الماء بالخاصيه الاسموزيه لوجود الجدار، يعني الجدار هيمنع من الامتصاص، ده يعني صياغه غير يعني موفقه في الحته دي. طيب زياده حجم البروتوبلازم قد يعيق او يعوق الفجوات عن وظيفتها. زياده حجم البروتوبلازم هيخلي الفجوات ما تقدرش بوظيفتها؟ لا. الفجوات العصاريه يا شباب في حته مش واضحه عندنا في المنهج، بس نقولها، ان غشاء الفجوات نفسه غشاء ليه نفاذيه اختياريه وبيتحكم في مين اللي يمر، والفجوات بيكون جواها تركيز من العصاره هو اللي بيعمل على سحب الميه من البروتوبلازم اللي حواليها يدخل جواها، فبالتالي حجمها بيزيد، يعني ليه القدره انه يسحب الميه من البروتوبلازم. فلو البروتوبلازم زاد اكيد هيدخل الميه جوه الفجوات. تمام. فالعباره دي ملهاش اي دور خالص. طيب في حاله الجفاف قد ينقطع عمود الماء. اه دي لسه موضحينها مع بعض، ان لو النبات حصل له جفاف عمود الماء هيتقطع، فبالتالي النبات مش هيقدر يمتص العصاره بعد كده حتى لو توفر له الميه. ايوه، يعني بعض المزارعين ممكن بنسمع ان بعض الزراعات بياخدوها من مشاتل وينقلوها في الاراضي الزراعيه الدائمه. طيب ممكن عمليه النقل دي لازم تكون خلال وقت محدد، ساعه، ساعتين، يوم؟ في نباتات تقدر تستحمل معانا فتره زمنيه، وفي نباتات ما تقدرش تستحمل. لو انا اتاخرت وما وفرتش الميه والرطوبه حوالين جذور النباتات، يبقى في الحاله دي ممكن يقطع عمود الميه، ازرع النبات في التربه الجديده والنبات يموت معايا. ليه يا عم الحاج مات؟ اه انت اتاخرت عليه، خلعته من تربه وما رضيتش توفر له الرطوبه الكافيه او الميه الكافيه، او تعرض للجفاف فبدا عمود الماء ينقطع، وبالتالي ما قدرش يمتص العصاره حتى لو وفرت له بعد كده. فالعباره اللي تمشي معانا مع اعتراض لوجود الجدار الخلوي دي يبقى عباره الف. طيب نيجي بعد كده رقم 8، نقط يفسر على اساسها الدعامه الفسيولوجيه. الدعامه الفسيولوجيه بالخاصيه الشعريه، فين الخاصيه الشعريه؟ تعال نشوف كده دي تاني. الخاصيه الشعريه ان احنا عندنا اوعيه الخشب دي بتكون رفيعه جدا، السمك بتاعها من جوه رقيق، وفي خاصيه عرفناها في الفيزياء ان كل ما الانبوب يكون من جوه القطر بتاعه ضيق كل ما ارتفاع الماء يكون عالي. اوعيه الخشب اللي انتوا شايفينها ده يا شباب السمك بتاعها قد شعريتك، قد شعري اللي في راسك. شوف شعريه راسك اهي، ده انبوب جوه اوعيه الايه؟ النبات، وده اللي بيمر بداخله الماء. فالخاصيه الشعريه مالهاش دور. خاصيه التماسك والتلاصق ولسه شرحنا مع بعض، تماسك جزيئات الماء مع بعض البعض، والتلاصق بيكون ما بين جزيئات الماء والجدران. لكن الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد بشكل اساسي على خاصيه مين؟ الاسموزيه، لان انا بتكلم عن الفسيولوجيه بتكلم عن خليه واحده. الخاصيه الشعريه انا بتكلم على انبوب عباره عن مجموعه من الخلايا، يعني وظيفه لمجموعه من الخلايا فوق بعض. خاصيه التماسك والتلاصق برضو بتتكلم عن وعاء خشبي انبوب، تمام، مجموعه من الخلايا. انما انا كده بتكلم عن دعامه فسيولوجيه، يبقى انا بتكلم عن حاجه واحده فقط اللي هي الخاصيه الاسموزيه. طيب تولد قوى شد في الجدر الخارجيه للخلايا النباتيه بسبب قوى الشد، ها بيكون بسبب ايه؟ هل بسبب الدعامه الفسيولوجيه ولا الخاصيه الفسيولوجيه ولا ترسب اللجنين ولا ترسب السليلوز؟ طيب قوى شد او توتر، تمام، او ضغط، يبقى انا اشيل على طول اللجنين واشيل السليلوز، لان الاثنين ترسب، والترسب ده بيكون عندنا في الدعامه التركيبيه. احنا بنتكلم عن قوه شد او توتر، يبقى انا كده بتكلم عن دعامه فسيولوجيه. طيب عندي مصطلحين قريبين، فسيولوجيه والخاصيه الاسموزيه، مين فيهم المسؤول ان يخلي النبات يتوتر؟
هل الخاصية الاسموزية اللي هي تعتبر جزء من الدعامة الفسيولوجية؟ هو وجود الاسموزية هو اللي خلى الفسيولوجية اشتغلت، بس أنا كلمة الدعامة الفسيولوجية دي الكلمة الأعم والأشمل، يعني هي دي أعم من دي. يعني الدعامة الفسيولوجية بتشمل الفجوة وطريقة امتصاص الماء عن طريق الاسموزية ودخول الماء من الخارج للداخل وانتفاخ الفجوات والضغط على الجدار. يبقى أنا كده بتكلم عن العملية كمجمل، ما بتكلمش عن الخاصية الاسموزية الواحدة فقط. طيب نيجي رقم 10، تولد قوة شد عالية داخل الفجوات العصارية في الخلايا النباتية بسبب ليه؟ الفجوات العصارية بتقدر تسحب المية من بره أو تخلي إن الخلايا النباتية تقدر تمتص الماء. هل بسبب ترسب؟ ما احنا قلنا كلمة ترسب يبقى أنا ما أجيبش سيرة توتر أو شد أو ضغط على الجدران. تمام، ترسب برضه شطبناه معانا. يبقى احنا مين اللي عندنا؟ هل زيادة كمية المية؟ تمام، يعني قوة الشد هتكون بسبب كمية المية الزيادة، هو الخلية جواها كمية مية كبيرة فبالتالي جابت قوة شد؟ بالطبع لا. يبقى عندنا ما فيش إلا إن تركيز الذائبات أو تركيز الأملاح أو تركيز السكروز اللي بيكون داخل الخلايا هو اللي بيعطي القوة الكبيرة لسحب الماء من الخارج. الخلايا الليفية والحجرية اللي لسه متكلمين عنهم قبل كده، عرفنا إن هي عبارة عن خلايا إيه؟ هل برانشيمية، كولانشيمية، سكلرانشيمية ولا باء وجيم؟ طبعا خلايا ليفية وحجرية الاتنين عبارة عن خلايا غرسة فيها الجين، والوحيدة اللي عندنا إن هي كانت تكون فيهم الأيام خلايا سكلرانشيمية وتحولت بعد كده للشكل ده. نيجي النقط، دعامة نباتية تتناول الخلية نفسها ككل. تتناول الخلية ككل. يبقى احنا بنتكلم عن دعامة فيسيولوجية. طيب حلو، ادي الدعامة الفسيولوجية. حبيبنا احمد كان قايل الدعامة الفسيولوجية تمام، لكن لما جينا دعامة تركيبية لا شطبنا عليه. الخاصية الاسموزية اساس، يعني بيقول ان هي اساس للدعامة الفسيولوجية. فالخاصية الاسموزية صح معانا برضو ان هي اساس لانها تتناول الخلية نفسها ككل، فالاتنين دول بنفس المعنى بس مع اختلاف الصياغة. فيبقى اللي يمشي معانا الألف والجيم. نيجي رقم 13، يختلف دور الدعامة التركيبية عندما يرسب النبات في خلاياه أو عليها. ركز دي بقى معانا، ها، في خلايا أو عليها. الترسيب في الخلايا يبقى أنا بتكلم عن لجنين وبتكلم عن سليلوز. تاني، في خلايا يبقى أنا بتكلم عن لجنين أو سليلوز. لكن لو انا بتكلم عليها يبقى انا بتكلم عن مادتين بيتسربوا عليها من بره، اللي هو مين؟ السيوبرين والكيوتين. وضحت يا شباب؟ نقولها من تاني، الدعامه التركيبيه عرفنا ان هي بتعتمد على مواد بيتم ترسيبها على الخارج ومواد بترسب في الداخل. بالنسبه للمواد اللي بترسب في الخارج، السيوبرين اللي هو عرفنا بيترسب على الخلايا الفلينيه، الكيوتين بترسب على سطح الورق النبات او بشره النبات، انما بالنسبه للسليلوز ماشي ده بيترسب على الجدر الداخليه، الجدار الاساسي بيترسب عليه طبقه اضافيه من السليلوز. او اللجنين برضه نفس الوضع، بيترسب على السطح الداخلي من الخلايا وليس السطح الخارجي. اوعيه الخشب من جوه برضه فيها لجنين، خلايا سكلرانشيميه، الياف، خلايا حجريه، كل دول برضه عليهم لجنين بس في السطح الداخلي. يبقى انا دلوقتي الدعامه التركيبيه سليلوز صح، كيوتين صح، سيوبرين صح، يبقى انا اختار مين؟ جميع ما سبق. انما لو قال لي في خلاياها اختار السلوز بس او الاثنين او الاثنين لو حسب الاجابه، او عليها يبقى عليها بقى انا بتكلم عن كيوتين او سيبرين. وضحت هنا الاثنين دول جاب لي الاثنين مع بعض. نيجي بعد كده، من مكونات الدعامه في النبات، ايه المقومات بتاعت الدعامه؟ هل الخلايا البرانشيميه فيها دعامه ولا ما فيش؟ ده خد بالك ان هو قال لي دعامه وسكت، لا قال لي لا دعامه فسيولوجيه ولا دعامه تركيبيه. يعني يشمل الاثنين. طب الخلايا البرانشيميه فيها دعامه؟ فيها. ايه الدعامه اللي موجوده فيها؟ دعامه فسيولوجيه. تمام؟ بعض المصادر الخارجيه بتعتبر ان الجدار بتاعها دعامه تركيبيه، بعض ماشي؟ لكن الغالبيه على حسب المنهج عندنا ما بيتكلمش عنها في الدعامه التركيبيه بشكل تفصيلي يعني. الكولانشيميه عرفنا ان فيها دعامه بترسيب جدار اضافي. السكلرانشيميه عرفنا ان فيها ترسيب اضافي للجدار تمام او لماده السليلوز وكمان ماده ايه؟ اللجنين. فطالما دعامه يبقى انا ايه؟ اجيب الكل مع بعض. لانه ما حددش، لو جاب الفسيولوجيه بس يبقى انا بتكلم ممكن ايه البرانشيميا والكولونشيميا الاثنين فيهم فسيولوجيه، لكن الاسكارانشيميا لا. تركيبيه بس اختار الاثنين دول مع بعض. نيجي بعد كده، والسؤال ده برضو في جدل في بعض المواقع نتكلم فيها مع بعض. ليس لنقط اي خواص اسموزيه داخل الخليه النباتيه. ليس لنقط اي خواص اسموزيه داخل الخليه النباتيه. خد بالك ان احنا بنتكلم عن اي خليه؟ خليه نباتيه. ممتاز، حلو. تعالى بقى معايا، جليكوجين، سمعت الاسم ده قبل كده؟ ايوه. فين؟
ده عبارة عن سكر بس شكل مخزن، شكل معقد. طب بيتم تخزينه في النبات ولا في الحيوان؟ برافو عليك، بيتخزن فعلا في الحيوان. فين؟ في الكبد والعضلات. هل ده يمشي معانا؟ لا يا عم الحاج، ده احنا بنتكلم عن خلايا نباتية. يبقى نشطب على الجليكوجين. طيب نيجي مع بعض. لاكتوز، اللاكتوز ده سكر الحليب، سكر اللبن، تمام. طيب يبقى ده عندنا ما هوش موجود في النبات. بنجيب حليب من النبات او لبن من النبات، برضو ده ما يمشيش معانا. فضل معانا مين؟ فضل معانا المالتوز والنشا. المالتوز ده بيكون شكل زائد، لكن النشا شكل غير زائب. النشا اللي موجود عندك في البيت، ماما لما تحب تعمل اي طبخات او حاجه ممكن بتجيب النشا عشان بيعمل تماسك، تمام. طيب لكن هل بيدوب في قلب الميه؟ ذوبان في قلب الميه؟ لا، تمام. هو في خاصيه تشرب، اي نعم، لكن كذوبان ما يدوبش، تمام. فما بينش ايه الخاصيه الاسمزيه. طيب يبقى احنا عندنا الملتوز يبين خاصيه اسمزيه لان بيدوب في قلب الماء، فيبقى احنا عندنا الوحيد اللي يمشي معانا لانه ملهوش دور في الخاصيه الاسمزيه هيبقى مين؟ النشا. لكن بالنسبه للجليكوجين لا يصلح واللاكتوز لا يصلح، وعرفنا السبب ان احنا رفضنا الاتنين دول مع بعض. فضل عندنا اتنين يمشوا معانا، تمام، في النبات اللي هو الملتوز والنشا. لما فضلنا ما بين الاتنين عرفنا ان النشا هو الوحيد اللي ليس له خاصيه اسمزيه، على عكس الملتوز اللي قادر على الذوبان وبالتالي انه يرفع للضغط الاسمزي اللي داخل الخليه. نيجي بعد كده لرقم 16. تندفق الخلية النباتية إذا دخلها الماء عن طريق الماء، بيدخل الخلية، ها، بتتنفخ عن طريق مين؟ التشرب. التشرب ليس قوة ضغط شديدة. في مكونات جوه الخلية لها القدرة على تشرب الماء، فيه، لكن هل ممكن تدينا ضغط اسموزي؟ لا، تمام. فدي ما تنفعش معانا. ضغط جذري، الضغط الجذري ده ان الجذر يرفع الماء، وده بيكون مسافات صغيرة، سنتيمترات بسيطة، ما يمشيش معانا لان احنا بنتكلم عن الخلية الواحدة، تندفخ الخلية. ضغط الامتلاء، الخليه ممكن تتنفخ لما يخش لها الميه وتتملى، ايوه، بس مين الخاصيه المسؤوله عن دخول الماء؟ الخاصيه الاسمزيه هي دي الاساس عندي وليس ضغط الامتلاء. بعد ما الخاصيه الاسمزيه تقوم بدورها والميه تدخل، يبقى الخليه في الوقت ده بنسميها في حاله ضغط امتلاء، تمام كده. نيجي بعد كده الرقم 17. من تركيب الدعامه في النبات، دعامه، هل حدد لي دعامة تركيبية، دعامة فسيولوجية؟ ما حددش، تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض. أنسجة اللحاء ملهاش دور في الايه؟ في الدعامة. خلايا كولانشيمية، كولانشيمية لها دور في الدعامة. خلايا كولانش لا آسف، خلايا كولارانشيمية، كولارانشيمية ده نوع من أنواع البرانشيمية، يعني واحدة منها، تمام. البرانشيمية لها أكتر من حالة على حسب نوع البلاستيد اللي موجودة فيه. في منها بيكون ذات بلاستيدات بيضاء زي البطاطس، البلاستيد بتاعتها بيكون بيضاء فبنسميها عديمة اللون، تمام، خلايا برانشيمية عديمة اللون. في عندنا بيكون خضراء زي الأوراق النباتية، تمام، وبنسمي النسيج في الحالة دي اسمه كولارانشيمي. في برضو منها الملونة زي الطماطم وبعض أغلب أنواع الفاكهة اللي بيكون لها ألوان، بيكون فيها نسيج كولارانشيمي، تمام، عشان بتبقى أنسجة ملونة، فكولارانشيمية نوع من أنواع البرانشيمية. طيب فاحنا كده بيقول من تراكيب، يعني في تركيب مادة كيميائية تم ترصيبها. تركيب، خد بالك ان السؤال ده جه قبل كده، فين 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 فين؟ من مقومات، ماشي، من مقومات، يبقى بشمل الكل، انما هنا بيتكلم عن مين؟ عن تركيب، يعني مادة تم ترصيبها. فاللي يمشي معانا فين؟ اللي هي الخلايا الكولانشيمية. نيجي رقم 18. تقوم الدعامة الفسيولوجية بدورها في النبات، نقط، فجوات العصارية. طيب دعامة فسيولوجية، عرفنا ان في الدعامة الفسيولوجية الماء تدخل ولا تخرج؟ تدخل، حلو، ونتيجة ان ضغط الاسموز جوه مرتفع ولا منخفض؟ مرتفع، برافو عليك. يبقى جاي بيقول لي بدخول الماء تمشي معانا، بخروج الماء لا ما تمشيش معانا، وجميع ما سبق طالما واحدة خطأ معانا يبقى جميع ما سبق كمان راحت. باستمرار تركيز العصارة داخل، احنا عندنا ان الآلية نفسها اللي هي دخول المية. طيب تعالوا رقم 19. تكتسب جذور بعض الخلايا النباتية الصلابة إذا ترسب فيها بعض الجذور. ترسب فيها، احنا عايزين ترسيب، ها، فيها، كلمة فيها يعني جوه ولا بره؟ أيوه، برافو عليك، جوه، تمام. إنما ترسب عليها، يبقى أنا بتكلم عن بره. طيب يبقى الجذور هتكتسب صلابة إمتى؟ لما يترسب الكيوتين. الكيوتين داخل ولا خارج؟ برافو عليك، خارج على الورقة من بره. سيوبرين، السوبرين بيكون عندي على الخلايا الفلينية من بره. سيلولوز، سيلولوز بترسب،
بس بترسب داخل الخلايا زي الخلايا الكولانشيمية والاسكلرانشيمية. سيليولوز والجنين، الاتنين بترسبوا عندي في الداخل، يبقى انا عندي ترسبة فيها، يبقى يمشي الاتنين معايا، سيليولوز والجنين. تعتمد الدعامة التركيبية، دعامة تركيبية بقى على طول بدور على كلمة تر سيب. وجود غشاء الخلية ملهوش دور. خاصية اسموزية فيسيولوجية. جميع ما سبق الاتنين دول اترفضوا، يبقى جميع ما سبق معاهم، انما الوحيدة طالما جبنا كلمة تر سيب يبقى هي دي تمشي معاها. ترسيب السيلولوز والجنين في جدر بعض خلايا نبات او اجزاء منها يهدف الى ترسيب السيلولوز والجنين. ساعة ما نشوف ترسيب يبقى على طول هيدوني قوة وصلابة، مش واحدة من الاتنين، هيعطينا قوة ويعطينا صلابة. فجاي بيقول لي اكسبها صلابة وسكت، لا قوة بس وسكت، لا اداني الاتنين مع بعض صلابة وقوة ماشي. انما جاي بيقول لي انا عملت ترسيب هتحتفظ بالمية، لو انت جايب لي سيرة الجنين اقول لك ماشي ان ممكن تحتفظ بالمية، ماشي هيدينا قوة وصلابة وفي نفس الوقت احتفاظ بالماء لأنه مادة غير منفذة للماء. نيجي لرقم 22، إحاطة النبات نفسه بمادة فلينية مرصف فيها مادة السيبرين تعتبر دعامة؟ إحاطة النبات نفسه بمادة فلينية اللي هي مادة السيبرين، عرفنا السيبرين ده في أي نوع من أنواع الدعامة؟ ها هل تركيبية ولا فسيولوجية ولا مورفولوجية؟ ها نرفض الأول كده مع بعض، هل فسيولوجية؟ ترسيب مرسب، يبقى فسيولوجية رأيي تترفض معانا. تمام؟ مورفولوجية يعني ظاهرية، الشكل الظاهري. الشكل الظاهري للنبات برضه تترفض معانا، وبالتالي رفضنا الاثنين مع بعض، يبقى جماعه ما سبق راحت معاهم، الوحيده اللي تمشي معانا طالما كلمه ترسيب يبقى هي تركيبيه. لو لاحظتم ان انا في الغالب بلجا لرفض الاختيارات وليس الاختيار مباشر، انا ممكن الاختيار يبقى واضح قدام مني واخده ومؤشر عليه وماشي وجايب اللي بعد منه، لكن ده يعني بيبقى سلوك خاطئ، لان ممكن يكون الاجابه اللي جت قدام عيني مباشره صحيحه لكن في حاجه تانية اصح او في خيار تاني وجالي بعد كده جميع ما سبق او جالي الف وباء الف وجيم. تمام؟ فلازم اتاكد ان كل الخيارات الباقيه مرفوضه 100%، يفضل عندي اختيار واحد لا شك ان هو ده الاجابه بتاعتي. تمام؟ ده الصح في حل الاسئله، وده النظام الجديد اللي هو الاوبن بوك، فلازم تاخدوا بالكم منه يا شباب ان انت ما تختارش الاجابه اللي تيجي قدام عينيك او اللي يكون قلبك قريب منها مباشره، لا ارفض الاجابات الباقيه بطريقه علميه وبعد كده ابدا اختار. نيجي بعد كده رقم 23، تذبل اثناء الجفاف وتستعيد انتفاخها اذا مرويت بالماء. نبات هيجف لو ما فيش ميه ولما نسقيه تاني يرجع تاني للوضع بتاعه، يعني كان حصل له حاله ذبول. ايوه طيب النبات العشبي يا ترى بيذبل ولا لا؟ ايوه بيذبل. النبات الحولي، النبات الحولي اللي هو ليه يعني فترات معينه بينمو فيها من السنه 3 شهور 4 شهور، تمام، اللي هي النباتات اغلبها اللي بتزرع عندنا في الارياف المصريه، تمام، دي فتره معينه بيزرع فيها وبعد كده خلاص، ده النبات الحولي. نباتات خشبيه، شجره كبيره، تمام، الميه قلت، هل الشجره دي هتلاقيها نمت على الارض وحصل لها ذبول؟ لا مش هتذبل ابدا، هتفضل واقفه عندنا. ممكن بعض الاوراق بتاعتها تبدا تتساقط، تمام، ده من نتيجة فقد المية اللي حصل فيها، الأوراق فقدت المية فبدأت تجف إن الأوراق تسقط معايا ممكن، لكن إن النبات يحصل له حالة ذبول، ذبول يعني النبات يبقى مدلى نايم على الأرضية أو شبه إن هو نايم، تمام، فيلاقي العشبية تمشي معانا والحولية تمشي معانا، فيبقى العبارة بتاعتي ألف وباء. من صور الدعامة التي غرضها الحفاظ على أنسجة النبات الداخلية ومنع فقدان الماء. تاني، من صور الدعامة اللي بتحافظ على أنسجة الداخلية وتمنع فقدان الميه، يبقى عندنا حفاظ ومنع فقدان. منع فقدان يبقى انا بدور على كيوتين وسيبرين وممكن الاثنين ممكن. تمام؟ طيب حفاظ على الانسجه الداخليه يبقى انا بتكلم كده عن حد بره. حد موجود عندي في الخارج او على سطح الخلايا من الخارج. معايا كده في الحته دي؟ يبقى تاني ان احنا دلوقتي بنتكلم عن انسجه ايه؟ داخليه. انا لو قلت حفاظ بس يبقى السليلوز واللجنين، تمام، والسيبرين، اسف تاني لو قلنا حفاظ بس يبقى انا بتكلم عن اي حد غير يعني بيكون على السطح الخارجي ويحمي الانسجه الداخليه. تمام، منع فقدان الماء انا عندي ثلاثه بيمنعوا فقدان الميه، اللجنين والسيبرين والكيوتين، لكن لما حددت ان بيحافظ على الانسجه اللي جوه فما ينفعش اجيب اللجنين، لان اللجنين بيكون في الانسجه من الداخل او الخليه الداخليه من جوه الخليه نفسها. فبالتالي هل اللجنين يمشي معايا؟ لا، لان انا قلت هيحافظ على اللي جوه فما ينفعش الجنين يكون بره، يبقى ده مشطوب معانا. السليلوز والسيبرين، السليلوز بيكون على جميع الخلايا لكن ما يحميش الانسجه الداخليه ليه، تمام، السيبرين يمشي معانا. طيب الاقي السيبرين والكيوتين، ايوه السيبرين والكيوتين الاثنين ليهم وظيفه تدعيميه في الحفاظ على الانسجه الداخليه ومنع فقدان الماء، لكن جميع ما سبق ما اقدرش اختار. ماشي كده يا شباب،
لان اللينين لا يصلح معايا، لان انا هحافظ على الانسجه الداخليه، اللي معناها اللينين موجود عندي في الخارج وهو لا يوجد على السطح الخارجي للنبات. اللينين لا يوجد الا في انسجه داخليه، الاسكالرانشيميه، الخلايا الحجريه، الالياف، تمام، اوعيه الخشب، فكل دي انسجه موجوده في الداخل وليست في الخارج، فلا تصلح ان انا اختار لينين. نيجي 25، ترسيب السليلوز واللينين في جذور خلايا نبات او اجزاء منها يعتبر دعامه ترسيب. ها تركيبيه واضح، فسيولوجيا قلنا لا تترفض، وجميع ما سبق الترفض معانا مكتسبه، يعني معناها صفه بتاخدها وبعد كده ممكن تفقدها في اي وقت، لا مش شرط معانا. نيجي بعد كده الرقم 26، اليه عمل الدعامه الفسيولوجيه تعتمد على مرونه الجدار الخلوي، وخد بالك كلمه مرونه دي كلمه بعض الطلبه ممكن تتوه فيها، يعني ايه مرونه الجدار؟ هل الجدار مرن؟ ايوه الجدار مرن، بحيث ان هو يسمح ان لو في ضغط داخلي عليه يتمدد شويه يحصل له توتر. طب تخيل معايا ان هو لو جدار كولانشيمي هل هيتوتر؟ لا، الجدار بقى اصبح مغلظ فالتوتر بقى صعب. طب تخيل بقى ان خلايا سكالرانشيميه ما فيش فيها اصلا ضخامه فسيولوجيه، لان المكونات الداخليه اختفت وترسب اللجنين مكانها، فبالتالي ما تنفعش معانا، فلازم يكون الجدار يكون ايه؟ مرن. ايوه مرن تمشي، او صح واجري، لا استنى. وجود فجوات، ايوه ما احنا الفجوات شيء اساسي عشان الدعامه تشتغل. تركيز المحلول، ايوه اللي هو الضغط الاسموزي اللي موجود جوه الخليه بيساهم في دخول الميه، تمام؟ فيبقى العباره اللي تمشي معايا جميع ما سبق. ماشي، يبقى الثلاثه دول صح، فالاجابه الصح ان انا اختار جميع ما سبق.